بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه حاجه حلوه بامر الله كده. النهارده دوت كيس بسبوسه زي ما انتم شايفين، وحبه فول سوداني، علبة زبادي، وده ورقة فانيليا اهو زي ما انتوا شايفين كده، وده لبن، يعني هحط حبة لبن يعني مع الزبادي كده، وديت كوباية سكر زي ما انتوا شايفين كده. نشتغل كده مع بعضينا، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ودي ليمونة للشربات، يا ناس يا شربات. الحاجة الحلوة دي يا جماعة بمناسبة حاجة حلوة اقول لكم عليها ان شاء الله، بس ان شاء الله تابعوا الفيديو كده للاخر وانا اقول لكم عليها، وربنا يصلح حالنا وحالكم. دي كوباية السكر اهي، وهحط واحدة زيها تاني، يعني كوباية تاني زي دي كده اهو، كده كوبايتين ايه سكر زي ما انتوا شايفين كده. عندنا السكر يا جماعة غامق، مش ابيض يعني، بيبقى فيه حاجات كده. ده الكوبايتين السكر اهو، دي كوباية مية، كمان برضو كوباية مية زيها اهي. حط كده اقلب السكر كده، كوبايتين مية وكوبايتين سكر وليمونة. هتقولوا كل ما احنا كله عارفين دوت، ايوه، بس لازم ايه الشيء لزوم الشيء. هنا وقع مني بذر بس هشيله بالمعلقة يعني. هنا ولع البوتاجاز بتاعنا، وهنحط الشربات على النار ماشي، يعني هنقلبها كده. هنا دي عندي مكعب زبدة، احط عليه حب الزيت زي ما انتوا شايفين كده. انا ما كترت لهاش السمنة او الزيت عشان احنا مش بنحب الحاجة دسمة اوي يعني، زي ما انتوا عارفين. دي حسب الرغبة، كل واحد ورغبته، اللي عايز يحط كتير بيحط، كل واحد على حسب ما بياكل. هنا هفكهم على النار الزبدة كده. دوت عندي بتاع ربع كيلو كنافة، كنت حطاها في الفريزر. همسكه كده، هروقه كده كله كده اهو، نفروله من بعدين، هنعمل بيه ان شاء الله كده بركة ربنا وبركة صلاة النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل بيه البسبوسة كده. بصوا نعمته كده بقى، عامل زي البسبوسه بالظبط يعني. خليكم معايا للاخر عشان اقول لكم على حاجه حلوه، وكل ربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. هنا كده خلاص كده الكنافه بتاعتنا فرولتها كلها كده زي ما انتم شايفين. هفض عليها البسبوسه بتاعتنا اهي اهي، كله اقلبه كده ببعضه اهو، بقى كنافه مع بسبوسه اهي. والله بجد يا جماعه كانت جميله جميله يا جدعان، ما اقولكوش. الكنافه برضو ليها رونق خاص كده. دي علبه الزبادي بتاعتنا، فضيت عليها كله، هقلبه كله مع بعضه كده، الزبادي مع الكنافة مع البسبوسة. هنا سيحت الزبدة بتاعتنا مع حبة الزيت، هحط حبة في الصينية عشان نحطها في الصينية دي زي ما انتوا شايفين كده. هنا هعجن الكنافة مع البسبوسة مع هنا ده حبة لبن، مش يعني بتاع نص علبة الزبادي، مش كتير. ده عجنها كلها مع بعضيها كده، اقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه برضك ما حطيتش السمنة، هحط عليها ان شاء الله كده ايه السمنة اهي، هحط كل السمنة كلها كده الزبدة دي، هقلبها برضك كلها ايه في بعضيها. هي البسبوسة من خلي بالكم مش بتحتاج انك تعجني فيها كتير، عشان لما بتعجني فيها كتير بتنشف زي ما انتوا شايفين كده.
هاي بصوا بعد جميلة البسبوسة مع الكنافة. خلاص هي كده ايه، خلصت. هنحطها بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. حد يقول بتدعك الصينية دي؟ ده لا، ما انا الصينية عشان انا افيدي في الكنافة مع البسبوسة. يعني زي ما انتوا شايفين عندي فرش وعندي كل حاجة، ما حدش يقول ان هي بتعمل بيتها وبتاع. هنا بفرد البسبوسة مع الكنافة كلها كده، افردها كلها كده في الصينية اللي عشان بعد كده انا هفردها كلها كده، هفض كله في الصينية وبعدين ايه هفردها كلها كده زي ما انتوا شايفين كده. هيجي هوضبها كلها كده ونسويها مع بعض. هجيب الكوباية بص عشان تنعمها كده، عشان انتوا شايفين ان هي مكلكعة، بس لما استوت مش مكلكعة، جميلة جدا والله، جميلة جدا، ما اقولكوش على طعمها. يعني زي ما انتوا شايفين سويتها كلها كده، وحطيت حبة زيت بسيطة خالص من على الوش من فوق عشان اسوي بيها اسوي كده بالمعلقة كده، تخليها مش سوية كده. هي حبة زيت بسيطة خالص. هنا ارص حبة سوداني كان عندي، عرستهم كده على الصينية زي ما انتوا شايفين كده، ربنا يصلح الحال. رصيت كل السوداني كده على الصينية، بس ما حطيت الشربات عام، بس يلا كله حلو شغال والله بجد. يعني كده هنحطها يا جماعة في الفرن. ما تنسوش تنورونا بالله كل اشتراك والشير، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. النهاردة يوم الخميس، جمعة مباركة علينا وعلى الجميع، الناس كلها برا مصر وداخل مصر وكل حتة، ربنا يصلح حالنا ويجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الناس كلها يا رب. هنا حطيت دي معلقة عسل جلوكوز، حطيتها كده هقلبها كده ندوبها في الشربات. يا ناس يا شربات كده كده خلاص كده ايه الشربات بتاعنا استوى بالعسل ده، العسل يا جماعة. هنا خلاص كده حبة البانيلا اللي عندي دول حطيتهم في مع الشربات عشان يدولها طعم. هات مكعب زبدة مع الشربات، حاجة حلوة والله العظيم بجد. يعني هنا الصينية بتاعتنا، بص كنت رصة السودان عامل ازاي، انا حطيت الشربات السوداني اتخلع منه طعام. يعني هنسيها بقى الشربات بتاعنا كده الجميل. حبة الزيت اللي انا حطيتهم يا جماعة الوش هما اللي ايه خليهم لونها ذهبي كده. يعني هي دهنتهم بس دهن كده عشان اسوي كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. هنسيها كلها كده بالشربات يا جماعة، هنفض كل الشربات عليها. حاجة حلوة والله العظيم بجد، وحاجة تمام. والحاجة دي انا عملتها بمناسبة ان حاجة حلوة كده، ان انا ربنا اكرمنا ان شاء الله وحوشنا ايه ال10 دولار. عقبالكم زينا لما تحوشوا ال10 دولار، وربنا يصلح حالنا وحالكم. نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقطة نسيت اعطيها يا جماعة الفيديو، وكملت الفيديو البسبوسة بالكنافة مرملة، بص عاملة ازاي. معلش نسيت خالص احط اللقطة دي. يلا ربنا المستعان معانا ومعكم مع الجماعة. بصوا البسبوسة عاملة ازاي بالكنافة، حاجة جميلة وحاجة حلوة، وربنا يصلح حالنا وحالكم وتكملوا زينا ال10 دولار كده ان شاء الله. يلا نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك ولا الاشتراك والشير.